اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. وفي ختام الاسبوع وقبل مباراة المرتقبة إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 6 مساء على استاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز، مهم جدا قبل المباراة 48 ساعة نعمل إطلالة فنية وتحليل رقمي دقيق حول هذه المباراة، الإمكانيات الفنية اللي بيتميز بها الأهلي والإمكانيات الفنية اللي بيتميز بها فريق صن داونز، فلسفة ريني فايلر وفلسفة بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز، توجه كل فريق ونتائج كل فريق خلال الفترات الاخيره. لذلك في هذه الفقره هتبقى مختلفه شويه عن التحليل الفني اللي انتم بتتابعوه خلال الفترات الاخيره، وهنحاول قدر الامكان نقرب المشاهدين من الواقع المتعلق بهذه المباراه. في النهايه الارقام ممكن تقول شيء والاداء في الملعب بعد ال 90 دقيقه يودينا في سكه ثانيه، عشان كده هنحاول قدر الامكان نكون يعني بامور نسبيه، هنتكلم عن مباراه الاهلي وصن داونز ونشوف ان شاء الله حظوظ فريق النادي الاهلي واهميه هذه المباراه خلال الفتره اللي جايه. لذلك انا برحب في هذه الفقره بأحد الشخصيات اللي أنا دايما بستمتع لما بقعد أسمعه وأتفرج عليه، فبالتأكيد بالتأكيد هكون مستمتع أكتر لما بيكون معاي ضيف إن شاء الله في برنامج الأهلي ليلة، الناقد الرياضي والمحلل الفني ورئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد. منور الدنيا يا كيمو. مساء الخير يا محمد، مساء الخير كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. مبسوط دايما لما بكون موجود معاك. والله بص انا والله بس اكون جدا جدا دايما معاك في الحلقه هنا، والحمد لله يعني ان احنا حتى الحلقه الاخيره بصراحه كان الصدى بتاعها كان قوي جدا. عايز اقول لك الصبح والله انا قلت يعني ايه اشارك الناس معانا على السوشيال ميديا، وقلت لهم يا جماعه احنا هنتكلم على ماتش صن داونز، فاللي يحب يعني يسيب سؤاله ممكن نبقى ناخده في الحلقه. مش عايز اقول لك والله على تويتر انا قبل ما اخش على الهوا 530 تويت يعني كومنت مفروض يعني كومنت 530 رد. سيبك طبعا من التوبكس المختلفه الناس بتتكلم عليها وعلى الفيسبوك اعتقد كان فوق ال 100 كومنت، فاهم؟ فواضح ان طبعا الناس تعرف بيحبوا يشاركونا، واحنا دايما نحب يكون في دايما وده اكبر حاجه التفاعل طبعا يكون في تفاعل بيننا وبين الساده المشاهدين، وان شاء الله نقدر نقدم ان شاء الله. هنستعرض كمان حتى الكومنتس اللي اتكتب ونشوف استفسارات الناس واسئله الناس. طيب تحب تبدا بالحديث عن الفرقتين من اي اتجاه؟ طبعا بص هو اكيد كل مداخل المباراه دي متعلقه بمباراه السنه اللي فاتت، لان ده طبيعي ان الناس لسه ما زال في الذاكره الخمسة صفر وليه النهارده النادي الاهلي تعرض لهذه الهزيمه، وازاي النهارده موضوع سقري مش سقري، ودايما المدخل بتاعنا ماتش السنه اللي فاتت. ودايما انا بتكلم في مباراه السنه اللي فاتت ان هي مباراه استثنائيه ما نقدرش ناخدها كقاعده، بس الاكيد ان انت هتلاعب فريق واحد من الفرق المستقر. ليه؟ بيتسو موسيماني مدير فني لصن داونز من 2014، يعني بتتكلم النهارده كده احنا داخلين في 5 سنين، الراجل ده الصيف الجاي يبقى 5 سنين مع الفريق، وتتكلم هنا خلاص العقليه بتاعته انتشرت مع الفريق، واي حد بيخش تتكلم على واحد شبيه بفتره مانويل جوزيه مع النادي الاهلي، انت سايبه بيسوق الدنيا زي ما هو عايز، واي لعيب بيخش في الدايناما او بيخش في المربع بتاعه بيطبق بالاسلوب بتاعه. بالتالي الفريق فعلا لما نشوف صن داونز السنه اللي فاتت واللي يشوفه السنه دي في دور المجموعات، وخصوصا مباراه نادي الوداد اللي هي دي حاول الذهاب والعوده والعوده بالذات اللي كانت هناك في جنوب افريقيا، يعني هم كسبوها 1-0، دي اللي هنحاول نستشف منها ايه الطريقه اللي الراجل بيلعب بيها، وما زال هو محافظ حتى على اسامي كتيره من اللي كانت معاه في مباراه ال 5-0، عشان ان شاء الله باذن واحد احد اذا كنا اتكلمنا على 5-0 في الفتره اللي فاتت بشكل سلبي هنبدا نفتكرها ازاي احنا اتعلمنا من الخطا وازاي صححنا اخطائنا، ومفيش مشكله خالص. ده وارد في عالم الكوره، مفيش مشكله خالص عند منظومه النادي الاهلي انها تتعرض لبعض الانتكاسات، بس انا مش بقف ازعق واقف اقول لا وانا اتظلمت ولا مفيش الكلام ده خالص. احنا اتغلبنا، روحنا البيت، درسنا، حللنا اخطائنا وشفنا ايه، وكمان قلنا مبروك على فكره، مبروك يا جماعه انتوا كسبتوا وتستحقوا كل شيء، لا الخطا كان من عندنا، احنا هنصحح عشان ان شاء الله اذا اتقابلنا تاني نعرف نقول لكم ان الهزيمه اللي حصلت دي كانت هزيمه استثنائيه، وهو نفس الامر الذي ينطبق على مباراه السوبر المصري. حطيناها في اطار الكوره، دايما الاهلي بيحط اي ملف في اطار الكوره. طبعا طبعا بالظبط. طبعا طبعا بص الشماعات مش منظومه النادي الاهلي، وكل من تربى على هقول اعلام النادي الاهلي، نقطة مهمة دي. تمام. كل من تربى على إعلام النادي الأهلي في التسعينات كان يعرف إن عمر إعلام النادي الأهلي، وبالتالي هلخصه في مجلة النادي الأهلي، لأن في التسعينات ما كانش فيه قناة، ما كانش فيه راديو، ما كانش فيه قنوات رياضية خاصة، كان كله ببساطة الإعلام الرياضي في مصر هو ينحصر في مجلتين عامتين اللي هما بتكلم على أخبار الرياضة وطبعا الأهرام الرياضي، وفي مجلة للنادي الأهلي ومجلة لنادي الزمالك، وانتهى الموضوع فيما يخص الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي الأهلاوي واللي تربى عليه
وعلى ايد طبعا يعني كبارنا استاذ عبد الجيد نعمان واستاذ نجيب مستكاوي وكل الكتاب اللي احنا كنا بنقراهم واحنا صغيرين، هيفهم ان في التسعينات مفهوم الشماعات مش موجود في المنظومه الاهلاويه، ممنوع. ده حتى انت لو حسيت ان الحكم ظلمك ممنوع انك ترسخه. وطبعا اعتقد كل الناس شافت الفيديو بتاع كابتن صالح لما بيقول للعيبه مالكوش دعوه بالحكم حتى لو غلط. ليه؟ ببساطه ده مش ضعف. عشان بس ايه، احنا بنتكلم في زمانين مختلفين. النهارده ممكن نسعى على السوشيال ميديا تقول لك يا وبتاع واحنا كده ضعاف وشكلنا وحش وقصروا رقبتنا وبعض. لا خالص، لا خالص. لازم تخلي بالك ان انت سعادتك مركز على موقف، احنا بنركز على فتره. يعني حتى احنا في شغلنا بنيجي نقول ايه، والله انا هحط خطه قصيره الامد وخطه طويله الامد. النادي الاهلي دايما خططه طويله الامد، طويله الامد دايما بحط خطه. فانا النهارده جيت وثقت قدام اللعيبه او قدام الصغيرين، قدام اللعيبه الصغيره بتتفرج او بتتعلم الناشئين، لو قلت لهم خلي بالكوا يا جماعه احنا الماتش الاخير ده اتغلبناه بسبب الحكم، وهو فعلا احنا اتظلمنا، بس انا وثقتها وبقيت اتكلم عليها كتير، وثقتها في العقول، في كل شيء. هيجي مره، هيجي مره هتبقى انت فعلا اتغلبت مش بمساعده الحكم، يعني الحكم ما عملش حاجه بس اتعودت على الشماعه. برافو عليك. هتلاقي المنظومه بتاعتك لوحدها زي ما انت عملت قبل كده هيجي يقول لك فاكر انت لما جيت قلت لي احنا اتغلبنا بسبب الحكم؟ طب ما هو نفس الامر اللي هو بيتقال عليها في اللغه الدارجه في الشارع حافظ مش فاهم. برافو عليك. من الاخر. وبالتالي منظومه النادي الاهلي حاولت دايما انها تبعد عن الشوارع دي، ودايما نتكلم في الكوره. احنا يا جماعه ببساطه ماتش السوبر المصري هو ناخده كمثال، نادي الزمالك ربنا سبحانه وتعالى كان كاتب له انه يكسب المباراه دي فنيا، لا هي حل فني مش هيحل النتيجه. نادي الزمالك لا ما يكسبش الماتش. تمام. لما نيجي نتكلم على المحاولات على المرمى، الاستحواذ، على التمريرات، الكرات الطوليه، التمرير الطولي من التمرير العرضي، كل الارقام تصب في صالح النادي الاهلي واسلوب فايلر. فايلر غلط غلطتين بس ما يعاقبش بيهم ان هو يتغلب. يعني نتيجه احنا بنتكلم برضه ماتش بتاع تعادل، احنا بنتكلم ان الهزيمه جت بسبب ضربات الترجيح واللي كان فيها برضه بعض الاخطاء اللي ممكن نتكلم، بس اخطاء مش اخطاء كبيره ما اقدرش اضخمها لك. نفس الامر برضه انا دايما بحب ان النادي الاهلي ومنظومه الاهلي تقول انا خسرت الماتش، الف مبروك يا جماعه، ربنا يوفقكم، مفيش مشكله، واحنا ان شاء الله هشتغل على جاي، هشتغل على الاخطاء بتاعتي واعدلها عشان اقدم مستوى افضل في المباريات التاليه والبطولات التاليه. طيب بما انك ذكرت الجزئيه دي عشان ندخل بقى على مباراه الاهلي وصن داونز. نعم. في حاجه في مفهوم الكره اقول لك انا كمنافس سبت لك الاستحواذ؟ ممكن. طبعا. طبعا. طب وحاسب مع النادي الاهلي واديك مثلا مانويل جوزيه في ماتش السوبر الافريقي 2002 قدام كايزر تشيفز في مصر هنا في استاد القاهره. استاد القاهره. الماتش ده خلص 4-1 للنادي الاهلي. مانويل نزل المباراه دي ساب الاستحواذ لكايزر تشيفز. خلي بالك يا محمد، دايما مدرسه جنوب افريقيا في الكوره من بدايتها دايما بتلعب كوره اشبه بكره هولندا وكره البرازيل. بيلعبوا كوره ما بيدافعوش. حد كده يفتكر اي مباراه لينا مع منتخب او نادي من جنوب افريقيا عملوا زون ديفنس شبيه باللي بيعمله مثلا الكابتن طارق العشري مثلا؟ مستحيل تفتكر، صعب. بيلعبوا كره مفتوحه، عشان كده دي من الفرق اللي انا دايما بحب تستمتع نحب نلعبها، انك مش تلعب ماتش مقفول، مش هتلعبهم زي ما تلعب فرق نيجيريا او غانا اللي فهموك او حتى مباريات شمال افريقيا بيبقى الماتش مخنوق. لا، ماتشات جنوب افريقيا دايما فرق جنوب افريقيا هم بيحبوا الكوره. ساعتها مانويل قال لك بص انا لسه الفرقه عندي، لو تفتكر المجموعه اللي عملها مانويل بعد فتره ديكسي، فتره ديكسي كانت سيئه جدا وما كانش لسه النادي الاهلي عنده قوام يقدر يبني عليه سنين قدام، وبالتالي مانويل جه وغير وحتى جاب مجموعه كبيره من لعيبه المنتخب الاولمبي بتاع الكابتن شوقي غريب اللي خد برونزيه الارجنتين 2001. مظبوط. ساعتها كايزر تشيف كان فريق محترم جدا، وكان ساعتها واخد كاس الاتحاد الافريقي وكان اكبر كخبره ولعيبه كويسه جدا في اللعب على الارض. قال لك لا لا انا مش عايز النهارده العب معاهم استحواذ، خدوا انتوا الاستحواذ. وبدا النادي الاهلي يلعب على المرتدات، حتى نفتكر ساعتها الكابتن عصام الحضري جاب الهدف اللي هو حتى كنت تحس ان جول مرتد بالظبط كده من نص الملعب. ممكن. طبعا ممكن. ان انا اسيب لك الاستحواذ، وده اللي عمله كارتيرون طبعا بدون شك في ماتش السوبر. كارتيرون عارف ان هو ما كانش هيقدر ينافس يجاري النادي الاهلي او يجاريه في الباسنج في التمرير ولا في البدني، هو فاهم كويس. لو كان يقدر يهاجم من الدقيقه الاولى سيبك ان هو يقدر يجيب او ما يجيبش، لا هو عارف لو انا هاجمت النادي الاهلي وطلعت لعيبتي يعملوا الهاي لاين ديفنس من نص ملعب النادي الاهلي عارف كان هيحصل ايه؟ الدقيقه 60 زي اللي حصل مع دوفيستر مثلا. لا، والدقيقه 60 كان لعيبه نادي الزمالك هتقع بدني، لان خلي بالك كان هم جايين من مباراه برده قويه قدام نادي الترجي، وبصراحه لعيبه نادي الزمالك برده لازم اشيد بيهم بصراحه ان هو في ماتش السوبر وقفوا واستحملوا الضغط
بتاع النادي الاهلي لغايه الدقيقه 90، وده على فكره ده نجاح لان ضغط النادي الاهلي كان فظيع. النادي الاهلي اخترق جميع الجبهات، هاجم من اليمين ومن الشمال ومن العمق، سدد من العمق، من العمق نفسه. انت متخيل ان انت الشوط الاول طارق حامد بسبب عدم الدور الدفاعي الفرجاني، فرجاني بصراحه الشوط الاول باعه تماما، طارق بس اللي كان قايم بالدور الدفاعي لوحده، بس هو مش قادر لان اليو ديانج كان في قمته. مجدي قفشه عمل شوط اول مميز للدرجه ان اليو ديانج في كذا هجمه كان هو مجدي قفشه بيتبادلوا يمين، ده كان بيعملوا وان تو هات قدام دفاع نادي الزمالك وطارق حامد وفرجاني وراهم. انت متخيل انت عملت يعني خلخل، كنت عامل ثغره في العمق، في عمق الملعب اللي هي اصلا احنا خلي بالك احنا بنتكلم ان عمق الملعب حاليا واحد من اصعب المناطق اللي كنت تخترقها. واللي شافه امبارح ماتش الريال والسيتي، الخناقه كلها على الطرف، بالظبط الخناقه كله بيشتغل على الاطراف، كله شغال على الطرف، كله بعيد عن قلب الملعب، حتى يعني كازيميرو الوسط الملعب بتاع السيتي الدنيا كلها مقفوله، هتخترق منين؟ فانت كله بيروح على الطرف. فماتش نادي الزمالك النادي الاهلي قدر الثلاث مناطق يخترقهم بشكل مميز، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما كانش كاتب التوفيق في النتيجه في الاخر. طيب ننطلق بقى ونتحدث عن مباراه الاهلي وصن داونز. بص انا عايز اديك رقم عشان نبدا بيه ونفهم الساده المشاهدين عقليه بيتسو موسيماني اللي قدامنا. تمام. واحد من المديرين الفنيين بيلعبوا على الاستحواذ. لما نجيب مثلا رقم في ماتشنا معاهم، انا جايب الاحصاءات بتاعه السنه اللي فاتت، واحد من اهم الارقام اللي لازم نعرفها. تمام. ونشوف ايه مشاكلنا السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت سان داونز في ماتش 5-0 عمل قدامنا 617 باص. تمام. كام واحده منهم ناجحه؟ 550، يعني بتتكلم فوق ال 85%، ال 85% باص ناجح قدام النادي الاهلي. تمام. المجموعه الاستحواذ دي كان منها كام تمريره طوليه؟ 67 تمريره طوليه، 99% من التمريرات دي كانت لقدام. ده رقم ايجابي. ده معناه ايه؟ ان احنا الدفاع بتاعنا كان متخلخل تماما ونص ملعبك مش موجود، اي حد بيباص الكوره لقدام مفيش حد بيقابلها. طيب الارقام اللي انا قلتها دي نتج عنها كام محاوله على المرمى؟ نتج عنها 20 محاوله على المرمى. كام محاوله منهم ناجحه؟ 12 محاولة ناجحة، يعني أكتر من 50%، وبالتالي من 12 محاولة ناجحة نتج عنهم 5 أهداف، يعني النادي الأهلي في المباراة دي كان معرض إن هو يتغلب أكتر من 5-0. طيب إحنا بقى عملنا إيه في المباراة دي؟ عملنا 334 باص، يعني إحنا تقريباً نص عدد الباصات بتاعة سان داونز. كم باص منها ناجح؟ 255، يعني هتلاقي ان نسبه الباسنج عند سان داونز افضل منها بكتير. طيب ناتج عنه عملنا كام محاوله على المرمى ساعتها؟ عملنا 6 محاولات فقط، منهم 3 محاولات ناجحه اللي كانوا الشوط الاولاني، الشوط الثاني ما عملناش ولا محاوله ناجحه. وبالتالي ده يوريك ان انت بتلاعب مدير فني دايما بيبحث عن الاستحواذ. تمام. زي ما وادي دجله في مصر هتلاقي ان اكتر 2 لعيبه بيستلموا الكوره الاثنين مساكين، لان البيلدنج اب بيبدا من عند اونيانجو. فبالتالي 2 مساكين هتلاقي ان هم اكتر 2 ماديشا وناسيمنتو، الاثنين بتتكلم في ما بين 60 و70 بيستلموا الكوره 60 و70 مره في المباراه الواحده. لكن هل دول اللي هنركز معاهم وتضغط عليهم؟ لا، اهم واحد لازم يتضغط عليه في نص الملعب كيكانا رقم 8، كابتن الفريق كيكانا، واحد من ده هداف. بص التصويب والتسديد من عند كيكانا، اللعيب اللي الكوره دايما بيدوروا عليه فيها كيكانا، ضربات الراس كمان، اللي بينزل يعمل دور الهاف ديفندر كيكانا، اللي بينزل يعمل ساعات ويبدل. يعني احنا مثلا بنتكلم على اليو ديانج ومجدي قفشه عندنا، يبقى في سان داونز هتتكلم على كيكانا وزواني. زواني هو بيلعب على الطرف وبينزل. تمام. يعمل دور البلاي ميكر. فهم الاثنين دول اللي انت فعلا في وجهه نظري محتاج تبقى انت مركز معاهم. لازم كيكانا يتمنع من استلام الكوره بشكل سهل او شكل ياسر. وادي مثلا بسيط قوي من ماتش نادي بيراميدز. ماتش بيراميدز تشاتشيتش كان عنده ازمه ان عبد الله سعيد ما لعبش المباراه دي، وبالتالي التركيز كان على اسلام عيسى. واسلام عيسى لو تفتكر يا محمد في المباراه دي لعب كطرف وما كانش قادر ينزل لنص الملعب، عشان فايلر كان ساعتها مضيق مساحه اللعب، مساحات، ودايما كان بيضغط عليه باتنين. مظبوط. نفس الامر هو اللي اتمنى ان احنا نشوفه قدام سان داونز، ان انت بتمنع زواني دايما بينزل لقلب الملعب، الولد الصغير اللي هو رقم 18 اللي هو بهدلنا في ماتش مصر وجنوب افريقيا، يعني في كاس الامم، كان في كاس الامم بالظبط. نعم. كان لعيب مميز جدا، ده لازم يتمنع تماما اول ما ينزل لقلب الملعب عشان يعمل دور البلاي ميكر، لازم يتمنع يتقابل على طول، لازم على طول. كيكانا دايما هو اللي بينزل في وسط ملعبه،
فايلر هيلعب بهاي لاين ولا هيقفل ويقول لك هستناهم، ده لسه هنشوف، بس لحد ما هي نسبه وتناسب انك بتلاعب فريق لياقته البدنيه عاليه محترمه جدا. بمناسبه اللي بتقولها كريم، كمان انت بتكلمنا على كيكانا، يمكن في المباراه الاخيره اللي لعبوها في الكاس، في كاس جنوب افريقيا، تعمد الحصول على انذار عشان ما يلعبش المباراه ديت. نعم. فبالتالي يعني بيتسو موسيماني كان مريحه طبعا عشان يدخر جهده لمباراه الاهلي. لان كيكانا لعيب معدي 32 سنه، لعيب كبير في السن. بالظبط. وبالتالي هو فاهم كويس جدا ان انا عشان اخليه يلعب قدام النادي الاهلي بكامل قواه البدنيه لازم يكون واخد فتره راحه كويسه. وهي نفس الامر بصراحه اللي فكر فيها مثلا كارتيرون لما شاف ان هو لو لعب ماتش الدوري قدام النادي الاهلي هيفقد كتير من قوته، وبالتالي هو مثلا من وجهه نظره حسب امكانيات القدرات اللعيبه اللي معاه. وانا اشوف ده على فكره امر عقلاني جدا، يعني هو أكيد. هو ما طلبش الانسحاب طبعا، مش يبقى كلام واضح. هو اكيد المدير الفني ما طلبش من اداره النادي ان هم ينسحب. هو لو هيلعب هيلعب بصف تاني او حتى التطعيم. بصوا والله بصوا الماتش كده كده اصلا الدوري ده ما فيش منه رجا ورايح، فودوا الاولاد الصغيرين يروحوا ياخدوا شويه خبره، يعني حاولوا الطعام برده الفريق من 99 ل 2000 2001 عشان برده النتيجه ما تبقاش كبيره. بس انا ما اقدرش يعني جهدا وبدنيا ما اقدرش ان انا اواجه النادي الاهلي بقوته دي البدنيه، اللي خلي بالك النادي الاهلي كفريق ما شفناهوش متاثر في مساله البدني زي الزمالك، زي الزمالك بعد ماتش الترجي وماتش السوبر بدا واضح جدا ان اللعيبه مش قادره، وبالتالي هو حب ياخد السبع ايام راحه قبل ماتش الترجي، وطبعا نتمنى لهم جامد التوفيق. طيب انت اتكلمت على ماديشا وناسيمينتو اللي هما الاثنين مساكين. المساكين طبعا في نقاط ضعف؟ طبعا في طبعا. بص ناسيمينتو طبعا هو عنده اصابه حسب ما الموقع الرسمي والصفحه الرسميه لسان داونز قال، بس انا متاكد ان هو هيلعب المباراه ما فيش اي مشكله. هو لعيب طويل، وبالتالي انت بتتكلم الى حد ما موضوع السرعه في التمرير وموضوع التعامل مع الضغط اكيد، زي لعيبه النادي الاهلي ما عملوا الامر ده مع لعيبه نادي الزمالك في اول 10 دقائق هيحصل ارتباك. واديك مثلا لا احد يختلف، محمد عبد الشافي واحد من اكثر اللعيبه في مصر خبره، أكيد. خبره كبيره جدا. محمد عبد الشافي بتتكلم عدد سنوات من الاحتراف كبيره، لعب منتخب مصر كتير، بس اول 10 دقائق او اول بالظبط 13 دقيقه قدام النادي الاهلي قدام ضغط اجاي عليه غلط مرتين. غلط مرتين، وبتتكلم في لعيب خبرته اكبر بكتير من كل لعيبه سان داونز ما عدا كيكانا. كيكانا الوحيد اللي ممكن اقول لك بصراحه بالزبط. لعيب خبره. وبالتالي بعض لعيبه سان داونز لو انت قدرت مع حماس الجمهور والبدايه الجامده، وطبعا هم حاطين في اعتبارهم، يعني طبعا شفت ان هم جم بدري عن المباراه 4 ايام، والاعداد النفسي والبدني عندهم في الحته دي بصراحه مميز جدا. فهو عارف ان المباراه دي الجمهور رايح 30,000 والنادي الاهلي نازل وفي دماغه ماتش 5-0. البدايه دي يا محمد مهمه قوي 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 ان انت تاخدها بشكل ايجابي لنفسك. لو ضغطت، واكيد انا متخيل ان فايلر هيبدا بضغط عالي من بدايه المباراه عشان يمنع سان داونز من الاستحواذ ان هو يبقى معاه الكره كتير، ممكن في اخطاء تحصل ونقدر نعمل الهجمات المرتده بنفس الشكل اللي حصلت في الربع ساعه الاولى من مباراه السوبر قدام نادي الزمالك. طيب انت بتتكلم عن مشكله دفاعيه ممكن ازاي نستفيد منها في فريق سان داونز، وبتتكلم عن نقله هجوميه او نقله في طريقه اللعب من خلال كيكانا ومن خلال زواني. طيب الاطراف بيفتقدوا لاهم لاعب عندهم مورينا الباك رايت. طب تقدر تستفيد من الجبهه دي ازاي؟ شوف فكره ان احنا في سؤال لازم الاول نجاوب عليه. بيتسو موسيماني هو بيفكر في الاول 20 دقيقه قدام النادي الاهلي هيعمل زون ولا هيطلع يضغط من قدام؟ في وجهه نظري الاقرب والمنطق يقول انه هيلعب زون. تمام. وهيحاول لحد ما وطبعا يقتل الماتش. طبعا هو اكيد طبعا شاف ماتش السوبر مليون مره. ده شاف اخر 10 ماتشات. لا لا بكلمك على ماتش الزمالك بالذات. ده شافوه في الملعب. نعم. ليه؟ ماتش نادي الزمالك هو واحد من المباريات اللي انت تقدر تكشف كم الضغط النفسي وكم الضغط الذهني على اللعيبه، ولحد ما ماتش مشابه للمباراه اللي انت هتلعبها. ده هو ما اكتفاش بالتسجيل او الشريط. ده بعت 2 من الفريق التحليل بتاع فريق سان داونز حضروا في الملعب. وبالتالي انا اشوف ان هو ربما يلجا لمساله الزون ديفنس وان يسيب النادي الاهلي يحضر في ملعبه بشرط حاجه واحده بس، لو رمي التماس. لو رمي التماس للنادي الاهلي في نص ملعبه لا هيضغطك، مش هيسيبك تطلع بالكره بسهوله. تمام. انما لو انت لو انت بتعمل بيلدينج اب بتاعك في نص ملعبك، لا انا ما عنديش مشكله، ممكن النهارده زواني كواحد مثلا من المهاجمين عندي وسيرينو انا هخليهم يقابلوا
من عند خط النص. سيرينو من اوروجواي ده لعيب محترف من اوروجواي. مميز جدا مميز وسريع. جدا 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 وبيلعب تحت راس الحربة وساعات بيلعب فولس ناين بيلعب مهاجم وهمي وساعات حتى في اوقات كتيرة بيلعب سترايكر صريع. وبالتالي انا متخيل ان هو في الحالة الدفاعية هيقف 4-4-2 وهيوقف زواني وسيرينو يقابلوا من نص الملعب ويسيبك تطلع بالكرة زي ما انت عايز. وانس ان انت اول ما تعديت خط النص هتلاقي ضغط شديد جدا وهنا يجي دور بقى اللي انت قلتها دور الاطراف بتاعه النادي الاهلي. انا في وجهه نظري وجهه نظر شخصيه خط وسط سان داونز لن يكون مباحا مثلما كان خط وسط نادي الزمالك في ماتش السوبر. المساحات هتبقى ضيقه جدا. الشكل الدفاعي للفريق كبدنيا وكلياقيا وانه مقفل لك المساحات هيبقى افضل بكتير من شكل نادي الزمالك في الشوط الاول. نادي الزمالك في الشوط الاول في اول 45 دقيقه اخترق تماما. الشوط الثاني تم تعديل بعض المراكز اللعيبه بصراحه في نادي الزمالك وقدروا ان هم يقفلوا العمق شويه عشان كده النادي الاهلي اتجه لجيرالدو. يعني الجبهه طبعا جبهه جيرالدو كانت ماشيه مجهود كبير بشكل مميز جدا في الشوط الثاني. وبالتالي اشوف ان بدايه المباراه مهمه قوي قوي لو احنا ناخد الدفعه المعنويه. ويا سلام بقى ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بهدف من غلطه للدفاع. دي بتعمل لك انت دفعه معنويه. المنافس دايما في المباريات اللي هي تبقى يعني درجه التنافس ما بينك وما بين اللي قدامك قليله. يعني مثلا بنقول نادي الاهلي هنديله 9/10 سان داونز هنديله 8/10 فبتتكلم في مساحات قريبه. ودي النقطه اللي قالها فايلر النهارده قال نقطه حلوه قوي. ما تحاولش انك ترمي لي البيعه ما تقوليش ان انا اللي مؤهل للتاهل. لا قالوا انت بطل افريقيا بالظبط. فرقه سان داون فرقه محترمه جدا وفرقه فعلا انت بتلعب معاها على الغلط. يعني ساعات يا محمد في ماتشات ما بنقولش اللي كسب فيها كسب عشان هو اجاد. لا انت كسبت عشان انت كنت الاقل في الاخطاء. وده حتى ممكن تشوفها في ماتش الزمالك والترجي. نادي الزمالك كان اقل قلل الاخطاء كتير قلل الاخطاء عن الترجي. اخطاء الترجي كانت كتيره قوي وبالتالي نادي الزمالك قدر وطريقه كارتيرون كانت استفاد. ممتازه جدا جدا في ازاي تستغل خطا الترجي اول ما يغلطوا في التمرير في نص الملعب واقلب الهجمه على طول للهيئه المرتده والعب كرد فعل. طيب نقاط ضعف فريق سان داونز. نعم. رايح في اتجاه انت بتتكلم على الاطراف. طبعا ده واضح بنسبه كبيره. طبعا جدا جدا. وهنا نقطه مهمه جدا انت هنيجي نفس السؤال تاني. التشكيله بتاعت النادي الاهلي في الباك اليمين هتلعب بهاني وتستمر عليه زي ما عملت في ماتش السوبر ولا تبدا ممكن تلجا لاحمد فتحي والخبره زي ما عملت في ماتش بيراميدز. هي حسابات بناء على القرار بتاع فايلر تبدا تقدر تقدر انا رايح لفين. بمعنى محمد هاني وانا اقولها بصراحه واجه بعض الانتقادات في مباراه نادي الزمالك وكلها بسبب ركله الجزاء مش بسبب الاداء. لو كانت ضربه الترجيح جت كان محمد هاني عند الجمهور خد درجه كبيره جدا. وعشان كده مهم قوي اللي هيحلل اوعى تحلل نتيجه اوعى تحلل ضربه ترجيح ده غلط. صح. حلل اداء مباراه. محمد هاني كان مميز جدا. ايه السبب في كلامي او ايه الدليل على كلامي؟ بن شرقي نجم مباراه الترجي لا خلاف. بن شرقي كان نجم مباراه الزمالك والترجي هدفين والراجل عامل جون يعني بصراحه عمل يعني كل حاجه في الماتش ده. بص نجم المباراه بن شرقي عمل كام اختراق في مباراه النادي الاهلي؟ صفر. زيرو. صفر. نادي الزمالك اخترق الجبهه اليمنى للنادي الاهلي وعمل منها كروس صحيح من الجبهه عن جبهه محمد هاني كم مره؟ صفر. في كام اصلا هجمه للنادي الزمالك على مرمى محمد الشناوي؟ صفر. فكل ما بقول لك ما عدا الهجمه لو حتى الهجمه الوحيده كان تسديد من على 18 سيبك ده مجهود فردي مصطفى محمد ولا نعتبره هجمه منظمه. وحتى الكوره اللي اتعملت لاوباما عشان ينفرد بيها محمد الشناوي خدها لا تعتد هجمه. يعني بعض يعني الاصدقاء على السوشيال ميديا يقولوا لا كان في فرصه اوباما. لا دي مش فرصه انت حاولت تعمل السلو باس بس ما دام المهاجم ما استلمش الكوره لا نعتد بالكوره دي انها هجمه. وبالتالي لما تلاقي كل الارقام دي صفر 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 يبقى لازم تشيد بالرباعي الدفاعي لازم تشيد بيهم كلهم لان انت النهارده منعت المنافس من الاختراق. وبالتالي بشوف ان محمد هاني قدم مباراه مميزه جدا 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 قدام سان داونز. وبالتالي فكره الاعتماد عليه قدام قصدي نادي الزمالك فكره الاعتماد عليه في قدام سان داونز هتبقى هجوميه اكتر لان فايلر واضح جدا في الماتشات الكبيره بيختار ان انا بقول لك انا نازل السرعات في الاطراف انا نازل اكسب. بس نقطه الخبره لازم يبقى هو اكيد واخد باله منها. ساعات انت بتحتاج ان في بعض المواقف بعض المواقف زي مثلا ما قلنا وليد سليمان كان محتاج ان هو اللي ينزل في ماتش نادي الزمالك لانه وليد يعرف يتعامل مع النص ساعه الاخيره في مباراه كانت مقفوله وحظك كان واضح من كره اجين هي
لحد ما مش ماشي. غياب مورينا ده معناه ان صن داونز بيفتقد للسرعه؟ طبعا على الجبهه اليمنى. وما تنساش كمان برضو ان عندهم برضو متمبا برضو الرايت وينج طبعا اللي نتمنى له طبعا الشفاء. الاصابه بصراحه كانت صعبه جدا كلنا شفناها. فالجبهه دي بتتكلم ان هي الجبهه اليسرى عندك، دي نقطه مهمه جدا. كنا نتمنى، كنت اتمنى على المستوى الشخصي ان رمضان يكون موجود يلحق المباراه دي، كان يبقى تواجده في الظروف دي مهمه جدا. بس يعني واضح ان رمضان لسه مش مستعد بدنيا ومش لائق طبيا للمشاركه. بس ما زلت شايف ان بصراحه جيرالدو بيقدم واحده من افضل اوقاته مع تتوقع انه يبدا المباراه دي بسبب غياب مورينا في الطرف الايمن. مهم جدا جيرالدو. بص جيرالدو بصراحه النقطه كانت بتنقصه الجزء الدفاعي، كنت تخاف ان هو ما بيرجعش. بصراحه جيرالدو من ساعه مباراه الجيش اللي احنا هنا انا تفضلت معاك وشرحناها بشكل كبير وبشكل كان فيه استفاضه، من ساعه المباراه دي هو واخد دفعه معنويه كبيره قوي، واداؤه بصراحه في ماتش نادي الزمالك كان اكثر من رائع. كان يتوقع بس الفينش يعني جيرالدو صح. بصراحه عامل كده ايه، عامل زي فينيسيوس في ريال مدريد، بيعمل كل حاجه واللقطه الاخيره اللي عند الجون لسه مش جايه معاه. بس اكيد بتوالي اسكو بياخدها منه بالظبط كده، بتوالي المباريات اكيد هتيجي ان شاء الله. وبالتالي اشوف حتى في ظل غياب رمضان جيرالدو ان شاء الله يقدر يقدم مباراه جيده. طيب دور فالجنزي، نعم، دوره في المباراه كدور محوري يبدا ولا شايف دوره ازاي في المباراه؟ لا شوف طبعا، بص تاني لما هاجي ابص على سان داونز لازم مش افراد، لا خالص. بص هي مش ماتش 5-0 تاني يا محمد، مش هتطلع فيه حتى زواج، مش هتطلع فيه نجم فريق، هو ما فيهوش نجم فريق. انت بتتكلم على مجموعه بتتحرك بشكل جماعي. وبرده خليني برده اديك برده رقم مهم جدا من مباراه نادي الوداد، احنا اتكلمنا على ارقامهم وافتكر برضو رقم قلته لك ان هم دايما فريق من الفرق اللي بتعمل فوق ال 500 تمريره. طب كويس انك قلت دي قبل ما تخش على ارقام الوداد. نعم. الاهلي بيتميز طبعا، انت قلت الارقام دي بالمقارنه مع الاهلي مع لاسارتي. نعم. لكن الاهلي مع فايلر بيوصل لنفس الارقام دي. صح. ازاي الاهلي مع فايلر يقدر يواجه نفس الارقام دي اللي هو بيحققها اصلا كمان؟ طيب انت عارف انت بتتكلم على فرقتين بيتميزوا في الاستحواذ. طبعا. شوف فايلر طبعا مختلف تماما في طريقه اللعب عن لاسارتي. لاسارتي بصراحه يعني اسلوب لعب مختلف تماما. وفايلر سيبك كمان، فايلر واحد من المدربين الفنيين اللي بينزل من اول مباراه بيضغط وعايز يكسب سواء ايا كان مين المنافس قدامنا، ده شفناه متاكد في مباراه نادي الزمالك الاخير. فحاب نتكلم مثلا نادي سان داونز قدام نادي الوداد، واحد برضه يعني لما كان معاه سباستيان دو صبر، وسباستيان دو صبر واحد من المدربين الفنيين نفس العقليه مع بيراميدز برضه، حتى كان مع اوغندا بيلعب على التمريرات الكتيره. طيب قدام سان داونز عمل ايه بقى؟ سان داونز عمل 568 تمريره. قدام الوداد، الوداد عمل كام بقى؟ اللي هو اوريدي كان بيلعب على استحواذ 375. الفكره يا محمد لما يكون اثنين مديرين فنيين بيلعبوا بعض بنفس الفكر، كل واحد هيبدا يقول للتاني انا هاخد منك الكوره، نفس بالظبط اللي حصل امبارح. شوف بقى ماتش الريال والسيتي امبارح بنتكلم على نفس الامر. تمام. زيدان واحد من تلامذه جوارديولا وحضر معاه كورسات كتيره وتعلم منه. وشفنا الريال الشوط الاول فعلا كان قادر ان هو ياخد الاستحواذ من السيتي في اوقات كتيره، لغايه لما جوارديولا فعلا ما تعرفش عمل حاجه مع دي بروينا الشوط الثاني رغم بعد الدقيقه 70 والجون حتى بتاع الريال سبحان الله يعني جه عكس طيار المباراه تماما، جه من خطا عشان بس جوارديولا بيتفلسف شويه في موضوع تغيير المراكز بس امبارح شوف لا امانه امبارح اللي شاف كيفن دي بروينا بصراحه فعلا اكد في مباراه امبارح ان هو افضل لاعب خط وسط، فكرني بتشافي. انت بتتكلم على لاعب فعلا وصل لحته ان انت ممكن يطلع لك اي باص لاي زميل في اي حته بصراحه، يعني اللي بيلعب دلوقتي مع كيفن دي بروين هو فعلا لعيب محظوظ جدا. وبالتالي تاني ارجع للنقطه اللي كنت بقولها، ان رغم ان الوداد فريق بيلعب على وفريق بيضغط، يعني سباستيان دو صبر نفس شفناه مع بيراميدز بيضغط دايما من قدام، ده ما منعش سان داونز وشوف المباراه دي ان هو ياخد الاستحواذ منه. وعمل بقى سان داونز كام محاوله على مرمى نادي الوداد، عمل 10 منهم 4 ناجحين على المرمى، لكن نادي الوداد عمل كام؟ عمل 5 بس، النص. كام واحده منهم على المرمى ناجحه؟ 2 بس. وده يوريك اللي بيروح يلعب سان داونز الساعه 3 وفي الملعب بتاع طبعا لوكاس موريبي في بريتوريا دايما بيعاني
من موضوع اللعب بدري ومن موضوع الاكسجين. بس عايز اضع نقطه في الاعتبار في هذه الجزئيه. طبعا فريق الوداد في هذه المباراه تحديدا دوسابر ريح حوالي 6 لعيبه. نعم. ما لعبش بالتشكيله الاساسيه. نعم. فكان بيدفع عدد من اللعيبه حتى في وسط الملعب حتى في الاطراف مش بنفس التشكيله الاساسيه حتى اللي كانت بتلعب الماتشات اللي قبلها. كان خلاص الوداد بنسبه 90% كان وصل وكان ساعتها كان اللعب ما هو اللعب من الفئتين كان على صداره المجموعه. صداره المجموعه. بس انا بكلمك على بتتكلم على فلسفه. بالظبط كده. مدير فني زي فايلر. فايلر النهارده في حد يقدر يحط تشكيل اساسي ثابت لفايلر مع النادي الاهلي؟ لا، فايلر من نوع المدربين اللي بيفكر في الروتيشن دايما كنوع من انواع الحلول عندي عشان ابدل وما يبقاش في اي مباراه انا عندي فيها ازمه. على فكره ده اللي بيعمله جوارديولا مع السيتي. بيحصل طبعا. بيعمل ده كتير. بس بصراحه فايلر الروتيشن بتاعه بيوصل ساعات انه ممكن يغير اربع وخمس لعيبه في مباراه واحده. بس اجي اقول لك تاني الفلسفه هي هتبقى خناقه نص ملعب واطراف. نص ملعب في ايه؟ مين اللي هيسيطر؟ لا، مين اللي هيعدي بالكوره ويقدر ينجح فيها؟ يعني السؤال ده كان ما بين فايلر وكارتيرون في الشوط الاول. فايلر نجح فيه تماما. انا عديت بالكوره، يعني انا النهارده لو الهجمه بدأت من عند الشناوي، لا ده انا نزلتها على الارض وعديت من نص الملعب ومن العمق كمان. وكمان ما بروحش على الاطراف غير لما الاقي انت نجحت انك تقفل العمق، بروح يعني دايما في تعدد في الحلول. ده خلي بالك ده امر بيبين ان في تفوق كامل وكاسح لمدير فني على مدير فني تاني. وبالتالي كارتيرون كان مجبر ان هو يبقى رد فعل زي التراجي، بس ما قدرش يعمل كم الهجمات المرتده اللي نجح فيها قدام التراجي. ليه بقى؟ لان فايلر كان عامل خط الدفاع الاولاني بتاعه مش نص الملعب، من قدام خط الهجوم. وعشان كده ده نتج عنه الاخطاء اللي وقع فيها حازم امام ووقع فيها عبد الشافي الشوط الاول. ده الامر اللي انا اتمنى ان احنا نعمله قدام سان داونز في الثلث ساعه الاولى في المباراه، ان انت تضغط من قدام من عند منطقه الجزاء بحيث ان الكوره ما توصلش لنص الملعب ويبدا كان يعمل هجمه او يبدا يصنع هجمه من البدايه هو وموازين. لا، وحاجه ثانيه انت هتجبره يعمل ايه؟ كرات طوليه، ودي مش طريقته. هو هيبقى مجبر عليها بس يبقى فيها خوف عليك انت وحيد. ايه هو النزواني لعيب سريع جدا، وانت غصب عنك ما دام طلعت دفعت من قدام هيبقى في مساحات، غصب عنك لازم الدفاع بتاعك يترحل يتقدم ويطلع قدام. ليه؟ عشان ما يعملش فجوه في نص الملعب. فهنا الخطوره في حاجه واحده، ودي اللي شاف مثلا ماتش السيتي امبارح. اول نص ساعه السيتي لما لقى الريال في كامل لياقته البدنيه وبيلعبني ند بند في مساله الاستحواذ، كانت ايه الهجمه الوحيده اللي انا بعملها؟ الكوره عند الدفاع على طول، بعد مرر الكره مرتين كده اهو، واول ما جابريل خيسيس او سيلفا يقطع لجوه ارمي له الكره الطوليه من ورا قدام. ده السولو لوب بتاعي اللي انا هكسر بيه التكتل الدفاعي للريال. الريال لما بدا يقع بدني، لا يا كيفن دي بروين بقى امسك بقى الكوره وهنلعب اللعب العادي بتاعنا. فهي المباراه بتبقى متقسمه، خطورتنا بس ان احنا ازاي نقفل على زواني في حته السرعه. طيب فلسفتك في طريقه اللعب ممكن تحتاج الى لاعب ثالث في وسط الملعب ولا بنفس الطريقه بكره؟ لا 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 ما تنفعش خالص. انت غصب عنك مجبر انك تكمل بالبلاي ميكر. اي تغيير في شكل دفاعي ليك هيدي جزء معنوي لسان داونز، هيحس ان انت خايف منه. وخليني اقول لك ازاي بالظبط. زي كده ماتش ما بين اتنين لعيبه بينج بونج، بما اني بحب البينج بونج يعني، جامدين قوي. لو كل واحد باين للتاني، احنا عارفين بعض وحافظين بعض كويس، لو انا نزلت ومحس اللي قدامي ان انا خايف منه هياخد دفعه معنويه عليا. ده مثلا اللي عملها فايا قدام نادي الزمالك. نزل، لا انا مش خايف منك، انا هنزل اخد المبادره وهنزل هاخد منك الاستحواذ. لو انا بكره غيرت طريقه لعبي ولعبت مثلا حولتها من 4 2 3 1 وفكر مثلا فايا نلعب بثلاثه هاف ديفندرات وشال تخلى عن مركز مجدي قفشه، هنا بيتسو موسيماني ولاعيبه سان داونز اللي اكيد درس كل لعيبه النادي الاهلي وحافظينهم بالاسم طبعا في ظل وجود طبعا الزميل خالد علي في الجهاز الفني طبعا المنسق الاداري الفريق محلل الاداء اكيد طبعا بيديهم جزء كويس قوي من الاعلام المصري واكيد طبعا من المعلومات عن النادي الاهلي، وبالتالي هم فهم يعني حافظيننا كويس. لو حسوا دي انت هنا هتخسر الشق الهجومي. ممكن تامن في الدفاع بشكل جيد، لكن تخسر حته في الهجوم. لكن ممكن تعمل ده اذا امنت هنا بنتيجه ان شاء الله باذن الله ايجابيه، ممكن تعمل الحركه دي هناك في بريتوريا. طيب البدايه بقفشه في منطقه البلاي ميكر او صناعه اللعب
مين اللي ممكن يواجهه من فريق سان داونز تحديدا في الناحيه البدنيه؟ نعم. على نفس القياس البدني زي قفشه ولا بدنيا اقوى من قفشه؟ شوف بص، طبعا انا عايز اكلم مجدي قفشه في حته معينه برضو، ان في لقيت برضو بعض الكومنتات السلبيه عن قفشه في ماتش الزمالك الاخير. انت عارف برضو احنا بطبع المباراه هي اللي بتفرض السؤال. طيب مباراه قمه. لما اجي اقول لك ان البلاي ميكر مجدي قفشه استلم الكوره في نص ملعب نادي الزمالك في الشوط الاول 16 مرة في نص ملعب، في نص ملعب نادي الزمالك. أيوه. مش في نص ملعب نادي الاهلي، في نص ملعب نادي الزمالك. رقم كبير. الرقم ده رقم ناجح ام رقم فاشل؟ رقم ناجح. تتكلم على بلاي ميكر قدر يهرب من الرقابه، احنا اكيد كارتيرون هو قاعد في المحاضره بيحفظ لعيبته اسلوب لعب النادي الاهلي. اول واحد يقول لهم يا جماعه الراجل ده ما يلمس الكوره هو مجدي قفشه، عشان اقدر افصل الايه الذراع بتاعه النادي الاهلي وما اخليش عنده عمود فقري في نص الملعب. نقل الهجمه من الدفاع للهجوم. ومع ذلك بتتكلم على لعيب قدر يستلم الكوره 16 مره في نص ملعب الزمالك. تمام. ويعمل منها هجمات وعمل منها تسديدات كتير على مرمى ابو جبل. وبالتالي انا بشوف ان مجدي قفشه نفس الاختبار اللي كان فيه في ماتش نادي الزمالك هيبقى موجود فيه في مباراه نادي سان داونز، وهيبقى قدامه اتنين بقى. ايوه. انديلي جلي و كيكانا. الاثنين دول هم دول اللي هيواجهوا، بنتكلم على اثنين لعيبه 15 و8. جلي 15 وكيكانا 8. وجلي خلي بالك من اللعيبه اللي بتستلم القوه اللي بيعمل نفس الدور بتاع كيكانا بس بعديه. بمعنى انا النهارده النادي الاهلي بشوف ان عمرو السوليه هو اول واحد، يعني اليو ديانج بيعمل اول حاجه عنده النقطه الدفاعيه، وزي النهارده ان انا اقفل اي مساحه للهجمه المرتده. طيب اول بلاي ميكر في النادي الاهلي هو عمرو السوليه. تاني واحد بعديه مجدي قفشه. ممكن تلاقي رقمي ان عمرو السوليه بيستلم الكوره اكتر من مجدي قفشه، ولكن عمرو السوليه ما بيعملش نفس الدور بتاع مجدي قفشه، وما ينفعش يتواجد في نفس الدايره عشان ما يقفلش مساحة. المساحه على مجدي قفشه. ده نفس الامر اللي بكلمك فيه على جيلي وعلى كيكانا. كيكانا هو الاولاني، حتى لما نشوف الخريطه الحراريه للفريق وتوزيع اللعيبه فعليا موجودين فين في الملعب، دايما هتلاقي كان رقم 8 هو اللي متواجد قدام الاثنين مساكين، اقرب واحد ليهم، بيملى حته الفراغ اللي ما بين الاثنين مساكين والنص الملعب. اقرب واحد. وهو نفس اللاعب اللي اول ما بيحول الكوره لنص الملعب بيقعد ياخر نفسه عشان مساله التسديد. يعني كيكانا ما بيقربش مثلا، مش من اللعيبه، رغم ان هو طويل، مش من اللعيبه هتخش منطقه الجزاء عشان يستنى الكره عرضيه ويعمل الهيد، لا ده دايما هيقف لك بره عشان يستنى الكره الثانيه ويسدد، واحد من افضل المسددين. فبالتالي انت النهارده بتتكلم على اثنين لعيبه عندهم خبره. مجدي قفشه هيبقى عنده اختبار نفس الاختبار كان عنده مع فرجاني وطارق حامد. مظبوط. هيبقى عنده مع جيلي وعندي كان بتكلم على، لو بنتكلم رقميا ناس في ناس بتحب الارقام اكتر من الاسامي، 8 و15. يبقى انت بتتكلم في 8 كيكانا، جالي 15، زواني 18، سيرينو 10. نعم. فالكنزي 11. نعم. بتتكلم في اربع خمس لعيبه بينقلوا الكوره من الدفاع للهجوم وتاثير هجومي اكبر لفريق سان داونز. صح. بس فالكنزي وزواني بتتكلم على اثنين لعيبه مختلفين تمام في اسلوب اللعب. تمام. فالكنزي على طول عامل ستريتشنج للملعب، واقف على الخط. زواني هو اللي داخل، هو اللي عنده مهاره. بس انت في مباراه زي دي تبقى محتاج تعمل ستريتشنج على الخط وتفتح اللعب، ولا محتاج تقفل المساحات؟ والله شوف، بص هي خطره جدا. تاني دي مساله نسبه وتناسب. ليه؟ لان سان داونز اصلا اسلوب لعبه، لو نفتكر ماتش 5-0 نفتكر زواني واخد محمد هاني على الخط على طول، وكانوا فاتحين مساحات. واحد من الناس اللي اتظلموا تماما في المباراه دي، يعني محمد هاني في المباراه دي بصراحه دفاعيا كان لوحده، لان الدور الدفاعي ما كانش حد من نص الملعب. الجزء الامامي بصراحه، يعني مش عايزين يعني نحلل الجزء الدفاعي ونبدا يعني نعيب على بعض من لعيبتنا، ولكن ساعتها محمد هاني اتساب لوحده. وحتى تغيير لاسات لما غيره بدري كان فيها ظلم. ليه؟ انك بينت قدام الناس ان المشكله عند محمد هاني. لا، ما كانش عند محمد هاني. طيب. الفكره ازاي تقفل الطرف طول ما الفريق اللي قدامك عامل استريتشنج للملعب. في نقطه عايز احطها في الاعتبار برضو. اتفضل. في طريقه اداء سان داونز او طريقه اداء الاهلي في هذه المباراه اللي هتتلعب يوم السبت. نعم. ممكن الاداء اللي حصل في المباراه الاولى في البطوله اللي فاتت تختلف عن المباراه دي، لان طبعا سان داونز لما لعب الاهلي في اول مباراه كان عايز يخلص الماتش هناك. نعم. المره دي مع الاهلي هو الماتش الاولاني هنا مش هناك، ففلسفه بيتسو موسيماني اكيد هتختلف طبعا عن الطريقه اللي ادى بيها هناك. طبعا. وفي نقطه مهمه، تعاملك انت مع ماتش الاياب حتى بادئ من دلوقتي اختلف. انت مسافر على نفس الرحله، والكابتن سيد حفيظ قال احنا مسافرين قبلها بخمس ايام. يعني انت الحمد لله ما عندكش ماتشات ما بينهم، وبالتالي عندك فرصه طبعا، عشان نقطه الاكسجين دي مهمه جدا، وعايز اوضحها لان برضو في بعض الناس عندها لبس في مساله الساعه البيولوجيه. موضوع الساعه البيولوجيه ده بياخد حاجات كتيره،
مش معنى قلت لك ساعه بيولوجيه ان انا زي اليابان مثلا فرق ساعات جيت لاج. ما بتكلمش على جيت لاج، لا جيت لاج لو انا مسافر استراليا او امريكا او اليابان، هنا في حاجه اسمها جيت لاج، عندي مشكله في فرق التوقيت كبير، فبالتالي انا بسافر مثلا النهار عندي بروح الاقي نفسي يعني المفروض اوصل بالليل الاقي نهار، فلا ده جيت لاج، ده حاجه تانية. انها مشكله ايه بريتوريا؟ مشكله بريتوريا محمد ان هي 4400 قدم فوق سطح البحر، فبالتالي بالنسبه لك انت ربنا سبحانه وتعالى رئتك متعوده على الاسلوب بتاع القاهره. القاهره كارتفاع عن سطح البحر كام؟ 75، متخيل الفرق؟ لا يسطر، هم رئاتهم ربنا سبحانه وتعالى عودهم على الجو بتاعهم، زي اصدقائنا اللي بيروحوا المملكه العربيه السعوديه. لو انت عايش في مكه انت تمام، تمام، ما عندكش مشكله. اول ما تروح المدينه عشان تزور مسجد سيدنا الرسول هتلاقي ان في مشكله في الاكسجين. ليه؟ انك بتتكلم المدينه 2500 فيت فوق سطح البحر. طب لو رحت ابها؟ ابها 7000. الوضع بيختلف. ابها 7000 كان زمان بيعملوا دوره وديه كانت في ابها دايما. لعيبه الاهلي لما راحوا قال لك احنا مخنوقين جدا مش قادرين نلعب. 7000، فبالتالي قرار النادي الاهلي انه يسافر بدري في عشان بريتوريا مش عشان فرق التوقيت، لا هم توقيتهم زي توقيتنا. هو الماتش هناك الساعه 3 زي 3 هنا. زي توقيتنا، مفيش مشكله في التوقيت، لا التوقيت زي بعضه. بس المشكله احنا عندنا حاجتين، ان احنا النقطه اللي قالها بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي لما اتسال على موضوع الساعه 3 العصر، يعني مثلا بيتسو موسيماني السنه دي في دور المجموعات لاعب الوداد الساعه 3، الساعه 3 ولاعب بطل الجزائر بالليل ولاعب في ملعب تاني خالص الساعه 6 ولاعب في اضواء كشفه. خالد علي طبعا تصريح دبلوماسي والتصريح بصراحه يعني لطيف قوي، لما قال صح عندنا مشكله في الكهرباء وساعات بتقطع، يعني فكينا من الكلام ده بصراحه، كلام مش منطقي. بس واضح جدا ان انت عارف ان النادي الاهلي بيلعب ماتشاته. عايز اقول لك الفكره دي عملت مشكله لدى الكاف في تحديد الميعاد. طبعا يعني هو مازيمبي ميعاده الساعه 3، كان عايز يخلي الماتش الساعه 6 لان بالليل في ماتش الساعه 9. فكره اللعب على لوكاس موريبي ومش اللعب في ملعب بريتوريا العاصمه اللي استضاف كاس الام لكاس العالم، تلعب ملعب عليه تلعب عليه كاس عالم، فكانت عامله ازمه كبيره. تفتكر بقى انقطاع التيار والمولدات والكلام ده للاسف. عايز تقول لي جنوب افريقيا نظمت مونديال ما عندهاش ملعب لوكاس موريبي كان من ملاعب التدريب في كاس العالم، ما تلعبش عليه كاس العالم. هو اتخانق وخلي بالك انت جبت نقطه مميزه جدا، يعني الحلقه اللي فاتت لما كنت معاك وساعتها احنا اتكلمنا ان مازيمبي اختار الساعه 3، انت حرقت ماتش يعني الكاف كتسويق في ماتش اتحرق بصراحه. انك بتتكلم ماتش مازيمبي والرجاء ماتش كبير، وماتش الاهلي وسان داونز ماتش كبير، الاثنين هيتلعبوا في نفس التوقيت وبالتالي على الحقوق الاعلانيه في ماتش اتحرق فيهم، في ماتش اتحرق فيهم. طيب في جزئيه ثانيه عايز اتكلم فيها، فكره المجازفة وخلق الفرص. طبعا محتاج تجازف من البداية وتخلق فرص كتير في البداية، ولا المباراة 90 دقيقة أو لسه في مباراة هناك؟ فايلر من المديرين الفنيين اللي بيخاطر واضحة جدا، عنده نفس الحتة بتاعة القمار بتاعة مانوجزي، وبالتالي المدير دايما الفني بشوف اللي بيخاطر دايما نسبة مكسبه أعلى. يعني اللي بيتحفظ تتحفظ في فترة، إنما لو تفكيرك على طول إن أنت خايف، لا على المدى البعيد هتخسر حاجات كتيره، لان الكوره برضو لازم فيها لعبه توقعات. طبعا فايلر من المدير الفنيين اللي بيحط نسبه مخاطره كبيره، هو اكيد طبعا هو بيحاول يشتغل هو مش عارف النتيجه، ودي حتى يعني نقطه من الحاجات اللي قالها حلوه قوي بعد ماتش السوبر، قال لو انتوا بتحسبوا على نتيجه، ايوه انت حاسب ان انت شفت المباراه، تعال اشتغل مكاني قبل مباراة وتعال اختار وحط الاحتمالات اللي انت ممكن تواجهها. دارس اعلام جدا، لا مميز. فبالتالي انا بشوف نسبه المخاطره اللي هو بيحطها عاليه مختلف. مثلا سارتي كان مدير فني متحفظ جدا، كان بيخاف، وبالتالي عقليه النادي الاهلي ما كانتش بتجيب معاه، رغم ان هو بصراحه اجاد في حاجات كتير. انا ما بشوفش يعني ما بشوفش ان هو فشل الفشل الذريع زي ما الناس شايفاه، ولكن بشوف ان فايلر عنده ميزه ان دايما بيحط نسبه مخاطره ونسبه ريسك، وبالتالي ممكن ما تحققش نتيجتها قدام نادي الزمالك، تمام، لكن ممكن قدام سان داونز ان شاء الله تجيب نتيجه افضل. هختم معاك في 30 ثانيه. طبعا. عندك ارقام مميزه او شيء معين بالتحليل عايز تقوله للناس؟ كل عايز اقوله ان شاء الله للناس ان في وقت من الاوقات للتشجيع والمسانده فريقك، انك تجنب الارقام وتجنب التحليل، تمام، وتسيبها للخبراء، وتقف على السوشيال ميديا في ظهر فرقتك، وتخلي اللعيبه يقروا كلام معنوي كويس، عشان ربنا سبحانه وتعالى في جزء معنوي اكيد اللعيبه دول كرياضيين بيحتاجوه في المباريات بخلاف
الشغل الفني والشغل التحليلي تمام. اللي اكيد الجهاز الفني هيقوم بيه. عايز اقول لك انا فاتح الاكونت على تويتر 563 تعليق. عايز اقول لك كل التعليقات رايحه في موضوع الساعه البيولوجيه طب. فكره غياب رمضان صبحي فكره طب. كمان الماتش الساعه 3 العصر ازاي نتغلب عليها، والكل بيشيد بالكلام اللي انت قلته منذ فتره في حدود حتى فكره التابلتس والموبايلات والكلام ده لما تبقى مسافر هناك ازاي تشتغل على فكره ان انت تخلع بره القصص دي وتركز في ال 90 دقيقه عشان ذهنك يبقى حاضر وتتعود على التوقيتات اللي انت تشتغل عليها. سريعا بس انا عايز اقول حاجه احنا دايما بنحاول نقدم نصايح للجهاز الفني النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تتنفذ او تتنفذ، دي مسؤوليه الجهاز ده شغل. انا بقول لك الاسئله اللي جايه لك وحتى سؤال واحد بيقول لك ليه مركزين مع مدرب سان داونز؟ نعم ليه مركزين مع مدرب سان داونز؟ طبعا عشان مدير فني عبد الصاوي. لا مدير فني قدير طبعا واكيد عايز له حاجه يا محمد. بيتسو موسيماني في المغرب بعد ماتش الوداد مش عايز اقول لك الجمهور كله هناك في ملعب المركب الخامس كله بينده باسم الراجل، بصراحه واحد من افضل مدير فنيين في افريقيا، وان شاء الله باذن واحد احد باذن واحد احد يوم السبت هنقول له هارد لك على المباراه ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك ودايما موفق وبسعد بالتحليل معاك، وان شاء الله باذن الله تكون بدايه موفقه حتى احنا بنتكلم على الفرقتين قبل مباراه السبت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. متوقع نسبه اهداف كبيره في الماتش ده؟ سؤال على المستوى الشخصي ان شاء الله باذن الله 6-0 ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كريم وبجد شرفتني ونورتني، ويا رب باذن الله نشوف مباراه كبيره يوم السبت الجاي ان شاء الله. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، لكن في نفس الوقت وانا بختم يعني انا طبعا ما كنتش متخيل ردود الفعل الايجابيه اللي انا شايفها على السوشيال ميديا لمجرد ان احنا عرضنا فيديو مدته حوالي دقيقه ونص عن مؤسسه اعلاميه كبيره جدا في تحليل مهم جدا عملته جريده الاتحاد الاماراتيه ونشرته عبر تويتر في الفكره المتعلقه بالانديه الاكثر جماهيريه بالانديه الاكثر تحقيقا للبطولات، والرساله الايجابيه اللي هي وجهتها لكل الجماهير في العالم سواء حتى في الخليج او حتى في العالم كله رساله متعلقه بالاعلام، ازاي تتوقف عن الشكوى وازاي تصنع مستقبلك لكي تكون مثل هؤلاء الانديه. وانا بختم لازم اعرض هذا الفيديو وهذا التقرير، لان بالتاكيد هذا التقرير من التقارير الاعلاميه المؤثره الايجابيه اللي ليها رساله مهمه جدا. عمر الشعبيه ما كانت شعبيه زائفه، عمر الكوادر والمؤسسات ما خدت نتائج وبطولات نتيجه قدرات فنيه، لا في مؤسسات رياضيه بتشتغل على بعض التفاصيل الصغيره دايما هتلاقيها موجوده جوه النادي الاهلي. بشكر حضراتكم واسيبكم مع هذا التقرير وهذا الفيديو لمؤسسه اعلاميه محترمه جريده الاتحاد الاماراتيه، وباذن الله التقي معكم في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.